هذا البرنامج. مشاهدي قناة النيل الأزرق ومحبي برنامج ريحة البن، مساء الخير عليكم. الليلة حلقة خاصة، حلقة جميلة مع ناس ملونة طرب وملونة غنى وملونة جمال. شوفوا أرواحنا للجروح، يروح الحبايب يروح القرايب. الليلة نحن معانا ناس شكلوا وجداننا حقيقة. معانا أستاذنا الفنان إبراهيم خوجلي في إطلالة جديدة كشاعر. مرحبا بك يا أستاذ. شكرا لك. رمضان كريم وكل سنة وأنت طيب. وأنت طيب والمشاهدين طيبين عبركم إن شاء الله، وربنا يعيد علينا وعليكم لكل مفرح. اللهم آمين. ومعانا كمان أستاذنا بلال موسى. مرحبا بك أستاذ بلال ونورتنا الليلة. أهلا وسهلا والحضور الكريم، وبقول للشعب السوداني إن شاء الله تصوم وتفطر على خير، ورمضان عليكم كريم إن شاء الله ربنا يعيد علينا باليوم بركات يعني. أستاذنا ياسر تمتام، رمضان كريم وكل سنة وأنت طيب. والتحية لكل المشاهدين الكرام، ونقول لهم رمضان كريم وكل سنة طيبين وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. وبرحب كمان عايدين. أيوة برحب كمان بالضيوف معانا في الاستوديو، وإن شاء الله الليلة السهرة دي حتكون لطيفة جدا معاكم ونورتينا. عرفتوا الناس ديل كفنانين، لكن كشعراء محتمل البعض منكم يعرفوا، لكن معظم الناس ما عارفين انه الغنى اللي بيغنوه ده اغلبه كاتبينهم، وعندهم تجارب لطيفه وعندهم قصص للاغاني. و استاذ بلال ضحك طوال الزبيك. تفضل يا استاذ. والله القصص طبعا قصصهم ذاته ما قصصنا. فنحن انه الشاعر انه غدر دائما بقاسي الناس زي ما نقول المنكوبين أول حاصل لهم، بس عشان كده يعني يمكن يكون الشاعر هو اللي بترجم حاسيس الناس من حوله، يعني الناس اللي بيسمعوا. ما جربته يعني اللي بتكتب؟ والله ما بفتح. أنا كتبت أول قصيدة إنها يعني خاصة بي أنا، يمكن يكون سنة 81 اللي هي أنا راضي هو ما بي، يمكن يكون سمعوا الأخوة شباب دي إن شاء الله بعده. أنا المرادي. سمعنا شنو شعر؟ والله أنا أتمنى إنه يعني أطلق حاجة من الحاجات اللي إنه الناس ما سمعوها. يعني الحاجات اللي وصلت لهم دي ممكن يكون احتباره يعني يسمعوها لأول مرة مننا، واحتبار يكون يمكن نكون نوعده بهم ذاته يكون شيء جديد إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. حلو. حلو. هنسمع المسموع والما مسموع الليلة ما بنفككم. تفضل. والله في حاجة بتقول اسمه صدفة، يعني بتقول أول مرة شفتك فيها يا غالي، اخترتك من قلبي وصورتك دايما على بالي، صدفة جميلة يوم لقيتك كيسك وما صدقت لقيتك، سألت أنا الله يا بدري الطلة في بالك ما يكون زول قبالي، وخلاص يا أهلي لقيت الدايرو أرح لدياره نشوف الدايرو نتقدم ليه ونطلب ايدي وبس قول ان شاء الله يبقى لي، تعالي هنانا نتم منانا وليك في قلبي اسمى مكانة، نبقى برانا والله معانا انا احكي لك وتصغالي او انت صغالي زي ما انا احكي لك وتصغالي. فاتمنى انه يعني يا سلام اي انسان يلقى حاجه كده في طريقه وتعجبه ينفذ طوالي معلومه ده مع نصيبه من الدنيا يعني. يا سلام ارز بس ها استاذ ابراهيم. تفضل وورينا يا سلام تجربتك مع الشعر بدأت متين، وبتلحن اول وبتكتب ولا بتكتب بتلحن ولا بتكتب على ميزان لحني؟ لا انا الحقيقه كتبت قبل يعني لحنت بعد الكتابه، يعني ما كان في راسي لحن معين كتبت عليه. ويمكن اول اغنيه انا كتبتها كان سنه 69 كلكم ما في طبعا. ودي مغناة بدري جدا، والناس كانوا بيفتكروها لتأثر الشديد بغنى الحقيبة، كانوا بيفتكروها حقيبة يعني. اسمع اللي هي بتقول: جدي الخدور الماوعة عطش روحتي وجوعة لرنعة حسن انقسامه، شوف بسمته ما أروعة وشوف نظرته كيف نوعة، عود شوف روحتي الروعة ما له حق ان لوع واسكرني بمعسول كلامه. كل المحاسن يجمعه مما خلق خلقت معه،
يا سلام. بين البدور بدأ المعا وكم أبكى عيني وأدمع وتوهني في دنيا ابتسام. الله يا سلام. يا نور حياتي ومنبعة في قلبي صورتك طابعة، لهجك نغيمت وبتابعة، وظني المذاهب الأربعة ما حرمت سكرة مدامة. يا سلام. لك مني في كل حين دعاء بحياة مباهج وادعة، ولو عيني بالطيف تخدعة قبلان حياتي أودعك، واتمنى اللي يساعدك دوامك. يا سلام. شوف السماح. مسامع كريم. شكرا. حلو حلو ياسر. والله الشعر يعني بدا بحاجات متعسره، وكنت اظنها انها كانت كبيره، وكان عندي مرتع كويس يعني، كان عندي استاذنا في الرأي الطيب جالنا الحلة، فكنت أودي له وبيصلحني وأولادي تعمل كذا، ليش شجعني؟ ما قال لي شيل فتافيتك دي، شجعني حقيقة. وبديت أكتب من بدري، وعندي أوقات معينة جدا بكتب فيها، وكنت نحسن عيون الليل لما الناس خلاص تنوم، هي اللحظات بتاعت الكتابة واللحظات بتاعت حتى الحفظ وكده. اي التلحين ممكن في مرات هي في اي لحظة بنزوي، لكن الكتابة ممكن لو جاتني حاجة نهارية تماما بتكون ليل. نسمع. طبعا انا ما بحفظ الا اللي غنيته بس، لكن عندي قصيدة نقبلها منك. اي معلش اقبلها مني. في زميلة لينا بتكتب شعر، وحصلت لها ظروف مع الحبيب، كانت بتكتب في قصيدة وبتبكي ومنزوية كده على المكتب، فحسيت انه الموضوع ما موضوع حب وكده، موضوع حاجة في البيت هنا، فسألتها قالت لي لا ما في حاجة، وماسك القلم كده لمحت عليه شنو كده ما بعرف، عرفت الموضوع انت سخفت، جات في النهايه ورتني. لما قريت قصيدتها طوالي مسكت قلمي قلت لها لوعة المشتاق حنين ولوعته، ولهفة الزول الحزين وين فرحته، لما يسافر في الخيال فاقد حبيب، ولما يساسك في الدروب ما يلقى طيب يسرح يتوه، والفرحة تهرب من دواخله وبهجته ولهفته. وريه وقول ليه يا زمان تحرم قليبه من الأمان، ويرجع بشوقه إلى مكان أسهاره باسما فرهدة، وطيوره ساطحة مغردة، والسعدي لما نكون سوا سحر الغرام لينا الدوى، سيقانة ورجوحة هوى وأنسام صباح وروعته. يا سلام. ولهفته نجم الغرام كيفين أفل، والليل عاداه الحنين، مشوق بحر ما ليه شط نيرانه بتولح سنين، أضناه تاني مع الجفا، ولما تغيب شمس الوفا يصعب إدار محبته، يحليله مستني الأمل في زول بعيد غايب رحل، راجيه بلهفة محب آمل يعود في زحل، لكنه دائما في عذاب تايه يفتش ليه حل، بين حزنه والآه الدفين حيران يقبل تاني وين، راجل حنين في غربته ولوعته. يا الله يا الله عليك يا الله عليك. احنا متواصلين مع الجمال والفن والشعر والغنى، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. مرة ثانية ونحن لسه متواصلين مع الفن والغنى والشعر والجمال. أستاذ بلال تفضل. أنا أديكم حاجة من الحاجات المألوفة بالنسبة
لكن في حاجة اسمها بعد إيه دي اتكتبت برضو في التسعينات يعني هي قديمة لكن الناس ممكن يكون يا دوب فبتقول صحوة الضمير رجعتك بعد ما قلبي وحناني أديت غيرك بعد إيه تطراني صحوة الضمير رجعتك بعد ما قلبي وحناني أديت غيرك بعد إيه مين اللي قال لك اذكر أسيرة وارجع له تاني مين اللي قال لك أسيرك وارجع له تاني وعد تكون ناس العملت فيا وأزاني أوعد تكون ناس العملت فيا وأزاني بعد اللي كان منك شفت غيرك إنسان بيريدني أرجوك تنساني يا سلام صحوة ضميرك رجعت لي نعم طبعا هنا جايبيننا ما جايبيننا نحن جايبيننا شعرا نقول الكلام ده نسرق لكن نتمنى كاري انه كان يكون زي ما قال الاستاذ ابراهيم خوجي اللي يكون معنا هلا عشان الرؤيه تكون والله انت ما شاء الله صوتك اعلى في الجمله الثانيه بيقول اوعك تحاول ترجع الي وانا في اماني معايا اللي كان انغزي بعدك وعاد التهاني الشيء اللي انت حرمتني منه مثلا خليك في حالك الله بيعينك تلقى اللي عايزه وما تغلط ثاني ويا ما ترجيتك ترجع الي رغم اللي جاني لكن أبيت ما ترد علي ومع إنك جاني كيف أرجع عليك وأخسر ضميري غدر ظروفي وخليك مكاني الله الله أستاذ إبراهيم حاجة مسموعة يعني أغني يعني على كيفك لا تقول منه سيبي دربي خلاص كفاية لا سيبي دربي طبعا ما شاعر يعمل لكن أيوة. سيبي دربي كلمات مجدي سيد أحمد بن حي ومن هنا يعني من الحاجات المسجلة خليني ما تشفق علي لو حظي خاني وأبعدك خليني للمكسوم لي وإن شاء الله حظك يسعدك يا سلام يا سلام يكفيني عشت معاك زمن ما عشته غير حب غير نغم ما شفت منك أي لوم ما طاف على خاطري الندم والقسمة ما معروفة وين ما كفاية بيك عمري ابتسم يا سلام وكفاية تسعد يا جميل وانا سعدي يوم سعدك يتم ما كنت شايل للفراق من كتر ما ترايدنا هم صدقني ما عامل حساب لرجعة لدنيا العدم لكن حصل وان شاء الله تسعد بالجديد ما تشوف ألم وانا سيبني ما تهتم لي ما أصلد من الريد قسم قبلك وبعدك لا علي في فرحة لا حتى ابتسام ميلادي كان يوم طلتك لعيوني يا بدر التمام والليلة غاب نجمين زوى وبكاني في أحلك ظلام خلينا عيش مستقبلك والبيننا يبقى الاحترام خلينا عيش مستقبلك والبيننا يبقى الاحترام الله يا طمطم يا سلام حاجة مسموعة دن الليل ما قلت لي سبب الجفاء ليه الصدود جراتني من بعد ريد عاي السنين في دمي جرتا وبيحتني قول لي يا ليه أقول لي يا ليه قول لي يا ليه 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 هلمتني أنا كنت فاكر إنه قلبك بحسب الأيام وراي ما قلت لي والحقيقة قسيت علي هجرتني وسط قلبك ما معاي ما قلت لي والحقيقة اللي معك أقول عادي ما قلت لي سبب الجفا ليها الصدود جرحتني من بعد ريد عاي السنين في دمي جرته بيحتني وقول لي ليه حلمتني أنا كنت فاكر إنه قلبك بيحسب الأيام ورايا والحقيقة قسيت علي هجرتني وصل قلبك ما معايا في لحظة يتبدلت أنت مشت خطاك من غير خطايا ونسيت كمان كل العهود ونسيت قليب ليك ودود جافيتني أنت حرمتني قول لي ليه حلمتني أنا قلبي كان طايع مريد هايم وبيك بيحتني
وساسي بيريدك متين هدمت ليه صدعتني من بعد ما كنت الحنين جرت وجفيت وخدعتني من بعد ما كنت الحبيب أصبحت عن دنياي غريب من بين يديك ضيحتني يا سلام. قل لي ليه هلمتني أنا كنت آمل تبقى لي نور دنيتي وفرحة زماني نسيت عهودك بالوفا ما أعرف تماما عن التفاني خليتني أكتب يا ضنين وتعزف حزينة وتاركماني كان الفرح جواي مغيم من صدك أنت صبح صغيم من غير سبب لوحتني قل لي ليه هلمتني خلاص خلاص شكرا جميل بيشا. جميل ليه دائما الغنى اللي بيحركنا هو الغنى أيوة الشجن غنى الشجن أيوة. ده ايوه ها انت عارف دي الحاجه اليومين دي ماشي الحاجه اللي بتطلع من الوجع او بيكون ليها قصه معاشه هي الحاجه اللي بتحسبها انها صادقه وانت انت ممكن تكون معاي في انه تعيش معايا الغنى السوداني كله تقريبا ايوه شجن ادله على عنف المراه ضد الرجل يلا لولا الاختلاف ده لولا ما لو الحكايه كلها بقت فيها من التوازي يعني كلها هنا ما بكون في غنى ما بكون غنى هاي لازم يكون في صح سالب وموجب عشان النار تطلع ما في طنقعه يعني الاغلب هو السجن لا في لكن فيها لما نقول لهم تلقيني وين يا اخي خذ زي ساهل بتلاقي لو ما نزف دمعك بكيتي ورحت للناس اشتكيت وفي الاخير لازم تساهري وتقلقي خذ زي ساهل بتلاقي يا سلام حظك كده مقسوم عليك في الريده ما تتهني بي وكل اللي حصل كان في هواك بقى ما مهم بالنسبه لي ساكت حتدعمي وراي وتجني من ريتك معاي وتفتشيني محل تتوهي في الغم تغرقي وزي ساهل بتلاقي والله لا ايه اللي جابك سكتي لو كنت ما متاكده ويا ريت كمان تنسي الجميل انا قلت ليك قبال كده ولو جيت شوقك في عينيك حتمر دوم ما احس بيك وكون معادك ساي وهم وخير ما تمرون وزي ساهل بتلاقي حلو والله الله حلو الزبده صعب عليكم شويه زي ساهل بتلاقي انا انسان بسيط بقدم رساله من شاب لشابة أختلف من الكلام اللي قالوا في حاجة بتقول يا بنات أنا داير أعرس لكن بصراحة مفلس هل بلقى لي شريكة نجيب المازون ونخلص نتزوج والله معانا ومن كرمه ما بينسانا لو الكريم ادانا نجيب الأولاد ونقرش نقرش وتم الزواج على الله فقراء يغنيكم الله رزقكم مقسوم عند الله وعجل بالعندك عرس ويا والدة ما تحميني أنا داير أكمل ديني باركوه يا والديني بالفاتحة إن شاء الله نعرس يا الله يا الله أنا عندي حاجة بسيطة كان غناه الآلية بتقول كبارنا جوهم وقعدوا أبوي وأبوها انفردوا نحن جينا تعارف أنا قلت نخطب عقدوا يا سلام حجيكم تاني بعد الفاصل خليكم معنا مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدي قناة النيل الأزرق ومحبي برنامج ريحة البن وقبيل تحت الهواء أستاذ إبراهيم حكى لنا قصة ظريفة واتضح إنه بيكتب لهجات ثانية كمان تفضل القصة إنه كنت في السعودية فترة ولما الناس الساكن معاهم يمشي الشغل أنا طبعا هناك عاطل قاعد بكون مع الشاشة التلفزيون القنوات والغنى العربي كله يعني ما حق بس أمرق السودان ده يعني مفردة الحب دي هلكوها طلعوا روحها زي ما بقول الغنية كلها تلقاها فيها كلمة أحبك وبحبك وتحبني ونحب بعض وحبيبي وحبيبتي تلقى فيها بعد ذاك كلمتين ثلاثة حبيبتي كل الغنية طلعت حبيبي بر الغوص تكون فيها كان طلعت الكلمات دي بكون ما غنية فظهرت في الفترة دي غنية أصالة يا مجنون مش أنا ليلى ولا بنسمة هواك مايلة عايزنا أقول بحبك ليه بحبك بس مش آيلة دي كانت اتقالت فيها الكلمة دي فكان جي عندنا جار مصري كل مرة بيكون معانا يتونس بتجي أصالة بكوركولية إبراهيم
فبجي قام قال لي باين عليك بتحب أصالة قوي. قلت له والله أصالة تتحب، لكن أنا الأغنية دي بالذات عندي فيها رأي. أنتوا العرب كلكم يعني زيها السودانيين مستهلكين مفردة الحب دي لدرجة أنتوا بتقولوا بهتت، نحن بنقول هدت. قال لي يا ابني دي أجمل كلمة. فقلت في اللحظة دي تقمصت شخصية أصالة، قلت له عاوز تسمع أجمل كلمة؟ قال لي آه. قلت له دي حقولها إزاي؟ ما بتتقالش. عفوا مش قادر أجمعها، قرب من قلبي هتسمعها ولا تسألش؟ يا سلام. بص في عينيا، بص ما تخافش، قول وحياتك شايف إيه، قول وحياتك ساكت ليه، ما أنت قريتها، ليه داريتها ما بتطلعش؟ طب عايزني أقولها إزاي؟ دي بتتحس ولا تتقالش؟ أحسن تفضل سر بيناتنا، سر نحقق به غاياتنا، سر نعيش حقيقة الليلة وبكرة وبعد وباقي حياتنا، سر نعوض به ما فاتنا ويفضل عايش كده جوانا وما يطلعش. حلو حلو. يا سلام. وسلامتكم أبو حسن. ما في فنان مصري ولا فنانة؟ والله كنت متمنى تصل أصالة، لأن في فترة جات السودان هنا وكانت متمنية تغني لشاعر سوداني. يا سلام. كان في زول بيقدر يوصلها لها اللي يوصلها. أستاذ زلال تفضل. يا سلام. والله يا أخي أنا بالمناسبة يعني دائما بتلاقيني الحاجات قدامي ده قدري كده والله، ما بستنيعها ولا بفتش ليها. ففي اثنين فرقتهم أصعب الظروف وجماعتهم أحسن الظروف، أنا عملت لهم حاجة اسمها عوض الصفاء، بقول فيها طراني وجاني بعد غيبة طويلة فاكر ما سالي أهلا بحبيبي، رغم الحرمان والألم الجاني كان عندي إحساس لي ترجع تاني، عشانك بنسى الفات ونبتدي من تاني، لأنك أنت حبيبي وفرحتي وأحزاني وأهلا بحبيبي، ولو قلت عيوني راجاك بحنانة مع شوق ليك الزايد العهود في مكانه، خلاص تعال نتهنى ونسعد بلقانا، وكنت دايما بأمل يصفى لي زماني وأهلا بحبيبي، وطيلة غيابك عني بطراك يوم والتاني، أدعو بقول يا الله لمتين تعود لي تاني، في الدنيا ما لي غيرك يا المسكنك وجداني، بس تاني ما تخليني أنا عايز أعيش في أماني وأهلا بحبيبي. الله الله. طيب دي قصيدة سبب خوف. يا سلام. يعني الإنسان ممكن يلاقي له شخصية كده غصبا عنه الإنسان يحبها يعني، لكن احنا في عمر الواحد لو وقع في قصة زي دي مشكلة. المشكلة العمر يعني صح. عمر جد بالصح الجد. فشعرت بأنه في ميول شديد منها نحوي بتاع حبيت أوقفها، فقلت لا حلمك علي ما خايفة يا بيت أدمنك، وده لو حصل هتجننني وجننك واخدك من العالم بعيد وابنيك مداين من قصيد، وارحل برايا استوطنك، واخد كمان منك عقل زي ألف عقل على الأقل، أشتل شوارعك بستنك واسقيها من نبعك حنان، تنبت زهور تورق جنان، تتهنى بيك وتزينك وانا بالفرح هيمان اطوف ما بين خمايلك والقطوف، انشد قصايدك دندنك. يا سلام. وعجب عجب عقلك طلع فيه عنب تفاح قريب عجوه رطب الوان وجلل لونك، وانواع بديعه من الورود جات من عقل سحر الخدود، ومناها ترجع تسكنك. وقول يا لطيف يا لطيف شكل البساتين شفتوا كيف نشوة وطرب إنعاش، وكيف نكهات قل تمحنك، وانا يوم براي ارفع دعاي يلهمني بيك والعود معاي، القاك قصيدة ولحنك يا الله، واصدح وغني ومحنك، وبصوتي محن حننك، وبصوتي حنن جننك، وما قلت لك يوم ادمنك حتجننني وجننك. حلو حلو. يا سلام. تفضل يا سلام. الله. انا داير اقول حاجه غريبه جدا، انسان كان بيفرح ب بانسان هو سعيد معه جدا وبيتمنى يجي يوم فرحهم، للاسف الشديد
معليش انا ما اقدر اقول الجنس اللطيف يعني، لكن البيت مشت ليه على اساس انه تعزمه لزواجه مع انسان ثاني للانسان اللي هو بحبه. فالزول ده قال ما بيقدر، ما بيقدر يمشي واجهه. فانا كتبت حاجه بلسانه اسمها يوم فرحك، قلت له لو بقدر كنت احضرك وافرح بجديدك قدرك، مبروك عليك يوم قدرك وستار علي من هجرك. لفرح الناس يتلموا وانا قلبي بينزف دمه، يعزمني كمان ولا يهمه، يا ناس كل زول بيهمه، لو كان ده كلامك لمه، لو اقدر انسى وعذرك، افرح بجديدك حظك والدرت اريت وعزك، وانا من زمان شاعر بك وصابر لاني بحبك، ويا قلبي الصادق وعدك انسى اللي كان لاعبك، خادعني بالحنيه في كل صباح وعشيه، انا كنت فاكرك ليا اتاريك انت عليا، ان شاء الله القى ليا وانساك بجورك وقدرك. الله يا سلام الله سلام الله ياسر. كنت قاعد في شارع النيل معايا اصحابي، فيها ضرب لي صديق يا تمتمة كيف انت وين؟ انا في شارع النيل. قال لي الحمد لله هسه بجيك، وين جم وين؟ مالك يا زول؟ قال لي لا ما في حاجه. لما جا ويقف لقيته مشت له الدلة، مالك يا زول؟ قال لي والله عامل لي شكله مع منه؟ قال لي مع اخت المراه. الحمد لله الم المراه اوعك تقوم تلومته. قال لي صمت رهيب لكن حرقاني جوا، ما قدرت خليت لهم البيت. فالكلمه عجبتني يعني، فقلت له صمت رهيب زاد الاسى، ما دام حبيبي اللي نسى ومن شده الحال علي دموعي ما قدرت تحبسه. حزنت وراك كل الحروف بدل الفرح كتبت رسى، سهران بناجيك كل ليل بيشهد علي نجم المسا، وما لقيت ضيق في النجوم والقمر كيفين بالمسا. يا الله وليمين بجيب باقي الكلام، ليه جبت لي قلبي الملام وحروف هواك وين اهمسا؟ عارفني بهواك بالسنين وايات محاسنك دارسة، وشتلة الريد والهيام في جو المسام أنا غارسة، راجيك تعودني الفراق ومزد علي الاشتياق، يا أغلى من كل الخلوق طلت وشيك أنا حارسة. يا سلام الله، يا سلام. أنا حارسة. والله أنا سعدت بكم جدا وشاكر لكم جدا جدا، وإنتوا كل يوم بتزيدون إنساء ودهشة وإبداع. شكرا للحضور الكريم، كنتوا أجمل ضيوف على هذا الموسم. شكرا جزيلا، إن شاء الله نتلاقى بكرة في ريحة البن.